احنا مو طلعنا ايام مثل ايش يوم كوم، احنا عاد علينا نجلسوا ذاك شلون يرجع مثل ما كان، يرجع مثل ما كان وقضوا عادي يبيعونه تقدر عمرون انه ما في شغل، ما في شغل غير من بالدمار وين اشتري تشتغل. يوميتي 3000 ليره 2500 قليله يعني ما تكفي يعني معاش، عرفت علي؟ وقاعد اروح على بيوت تنظيف يعني مدمره، بيوت مدمره يعني نفوت وما اعرف شنو بي الغام، ما بي الغام ما اعرف بي ناس يعني كثير ناس ماتت يعني، عرفت علي؟ يجي واحد يقول البيت خلاص فحصناه ما ابو كل شيء، يفوت عاد ويطش بي لغمه انه خالص. ساعات العمال هنا ناس دراويش جاعتها تشتغل ترزق ربها، ساعات هنا تقريبا 6 ساعات 4 ساعات هنا، ساعة الدلة ساعة الساعة 23 شباط نشتغل يعني اليومية ندرجها، نهار نطلع مصروفنا نهار ما نطلع مصروفنا، يعني قاعد نروح على بيوت يعني ما يتكفلون انه مسؤوليتنا اجدان، يعني فوتك على البيت يقول لك يعني ما اعرف شنو بي ما بي هذا. آه